السلام عليكم. ازاي انشئ لير جديده وطبقه جديده في برنامج الكيو جي اس واضيف ليها بعض البوينت؟ هروح للير واقول له ان انا عايز كرييت لير، واقول له مثلا خليها تمبرري دلوقتي واسميها اس سي مثلا. الجيومتري تايب ممكن تخلي بوينت، كل نقطه تعبر مثلا عن مستشفى، مدرسه، وهكذا. ممكن تعمل بوليجن. طيب خليتها انا بوينت وقلت له اوكي، فبيبدا ينشئ لي اللير هنا. طيب انا هبدا اشتغل على اللير دي، هبدا اضيف بعض البوينت بالشكل دوت. طيب عايز ابدا اشوف معلومات عن النقط دي، فاقول له اوبن اتريبيوت تيبل، فبيبدا يظهر لي الاوبن اتريبيوت. تقدر تضيف خصائص زي الاسم، زي الليبل، وهكذا على الموضوع دوت. طيب ممكن ابدا بقى اشوف المعلومات، ايدنتيفاي، اعمل سيلكت هنا، فبيبدا يجيب لي المعلومه عن النقط ديت بالشكل دوت. كل نقطة فيهم بيبقى فيها الخصائص بتاعتها زي الاكس والواي والفيوتشرز وكل الخصائص بتاعتها، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز.